خويا ان شاء الله مذبوحه ميوكي كان، وحنا مع السيابي خاوه خاوه وماشي عندهم كاع نربحوهم ونربحوهم كما يحبوا. سكارا مودية تنتظرها مباراة صعبة أمام متصدر البطولة، شنو تتوقع منها بون المباراة هي حاب يقول الجمهور راح يكون رقم 12 في المباراة، حاب يقول الجمهور بكل قوة مولودية كاع يعرفوها ما كاش كاع مستعرفين بلي مولودية شعبية كبيرة ما كاش كيما هي، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله 2-0 تروا بوان دوها تروا بوان امبورتون بزاف لينا، والشامبيونة إن شاء الله يا ربي فيها خير بإذن الله وربي يحفظكم. السلام عليكم. تحية مولودية. مباراة صعبة للعميد أمام تنتظر أمام متصدر واش راح نقول لك خويا. السلام عليكم. كيما راكم تشوفوا اليوم مباراة شباب بلوزداد مولودية الجزائر، مباراة هذه صعيبة بالنسبة لهم خويا، احنا بالنسبة لنا والله ما صعيبة، مباراة عادية كباقي المباريات نجيروها ان شاء الله حبة حبة ونربحوا ان شاء الله اليوم حنايا. كيما راك تشوف خويا شاب عظيم اليوم راهو هنا في ملعب 5 جويلية، ان شاء الله الربح علينا طروبو علينا يا خويا. واش راح نقول لك ان شاء الله خويا العزيز ان شاء الله، وان شاء الله يا خويا جوز في ظروف جيدة جدا ان شاء الله، وان شاء الله نربحوا خويا. وكيما راك تشوف كل حاجه راهي في بلاصتها. واش راح نقول لك ان شاء الله من لاعبين يا خويا شباب سواء من عندنا ولا من عندهم يا خويا، كيما البيبليك هذا جا ان شاء الله يديروا كوره نظيفه ان شاء الله يا خويا. واش راح نقول لك ميور كيغا ان شاء الله يا خويا. انت كمناصر زلت تطمع في اللقب؟ واش راح نقول لك يا خويا دوك حنايا باش نقول لك على الشامبيوناي بعيده يا خويا، نقدروا نقولوا بلي حسموها الشباب يا خويا دوك ما يقول لك بينا حنا نلعبوا ان شاء الله على دوزيام بلاص باش نشرفوا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نشرفوا مودية ونشرفوها سلام خويا العزيز ونشرفوها ان شاء الله قاريا ونشرفوها ان شاء الله كوب دافريك ان شاء الله صوالح. ومازال زيدوا تشوفوا مودية تمرض وما تموت خويا العزيز وراي جايه للخير ان شاء الله خويا الغالي، ونشكركم ومرحبا بكم. ان شاء الله نربحوا بمولوديه وان شاء الله نربحوا 3-0.